هنبدا اللعب من عند هوبا. هوبا بقى شايل لنا لعبه، هيقعد يسالنا واحنا نجاوب ونشوف مين فينا اللي هيكسب. كلنا هنلعب مع بعض وحضراتكم بتلعبوا معانا، يعني هنقول الاسئله وتقعد بقى فكر معانا ونقعد نتسلى شويه. اتفضل يا هوبا. طيب انا حابب اخيركم. حابين نسال على ايه الاول؟ عندنا دوري انجليزي، عندنا دوري اسباني، عندنا دوري ايطالي، عندنا تشامبيونز ليج، وعندنا محلي. براحتكم، انا براحتكم اللي انتوا عايزينه. هودا تختاروا ايه؟ يعني هات اللي عندك. هات نشوف. انا معرفش نلعب ايه. الاسئله منين؟ نقدر اقول سؤال اول نعرف عليه وبعد كده. طيب عايزين اثنين لعيبه، تمام؟ واحد وواحد. ماشي. اثنين لعيبه خدوا دوري الابطال سنتين ورا بعض مع فريقين مختلفين. سنتين مع بعض، سنتين ورا بعض مع فرقتين مختلفين. حلو 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 وجميل. اثنين لعيبه، خلينا نسهل بقى شويه الموضوع. يعني بصوا في التسعينات. سيدورف؟ سيدورف لا لا. طن 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 طن. تسعينات تسعينات تسعينات. ايطاليا فيها في الالفينات كده. ايطاليا ايطاليا لعيب ايطالي يعني. لا مش في لعيب ايطالي. دي بدايه جيده جدا. انا دلوقتي مش بسال ليه كده يا ابني. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني كده؟ بشوف الاسئله ليه يا ابني كده؟ سؤال صعب قوي. او الذاكره مش جايباني. لعيب لعب يعني خد تشامبيونز ليج سنتين ورا بعض مع فرقتين مختلفين. مع فرقتين مختلفين. شوف بقى تبقى انت عارفها وحافظها وفاهمها. انا بحاول افتكر مين. انا مش كل حاجه. فانا بقى انا بجيب، انا بفر السنين دلوقتي. وصلت ميلان ليفربول وعمال بعدي اهو. باظت. يلا نخش في اللعبه. شايف حد من الساده المشاهدين عمال يقول يا جماعه فلان. قول يا ابني. طيب قول يا ابني. في الذاكره الموضوع صعب في الذاكره. طب انا هاخد واحد. طب مين الاثنين؟ طيب عندنا صامويل ايتو. ايوه. عندنا باولو سوزا مع يوفنتوس وبعدها دورتموند. عندنا صامويل ايتو مع برشلونه 2009 2010. عندنا مارسيل دوزاي مع مارسيليا وبعدها ميلا. تمام. طيب ايتو كان سهل. طيب نسهل الموضوع شويه. عايزين لعيبه في تاريخها خدوا كاس عالم، ماشي، شامبيونز ليج، ماشي، دوري انجليزي. حلو. كاس عالم، دوري انجليزي، شامبيونز ليج. المفروض يبقى في كتير. المفروض يبقى في كتير. كاس عالم، شامبيونز ليج، دوري. بانوتشي؟ لا بانوتشي لا. بانوتشي ما لعبش دوري انجليزي. ما خدش كاس عالم. اقول لك اسبان. اقول لك كاس عالم. زولا؟ لا زولا ما خدش كاس عالم. زولا خد تشامبيونز. بيكي. حلوه صح. حلوه. ايوه جايزه هنا. نقطت اهي. بيكي كان في اليونايتد. علبه حلاوه الموسم. نقطت اهي. بيكي صح. مع مانشستر يونايتد. ايوه ومع وطبعا مع اسبانيا كاس العالم 2010. خد تشامبيونز ليج مع برشلونه اكتر من مره. ماشي مين تاني؟ كمل خلاص كده. في لعيب زي تييري اونري. خد ارسنال. يس. خد كاس العالم 98 وخد تشامبيونز ليج طبعا مع برشلونه. مش مع ارسنال. خد الدوري الانجليزي مع ارسنال. في لعيب زي بيدرو كسب كل حاجه في الدنيا. بيدرو سبحان الله يعني الحظوظ. في لعيب زي فابيان بارتز. طيب حلو. اخدكم انا بقى لسؤال محلي. ماشي محلي لطيف كده. يلا بينا. لعيبه اسيويين لعبوا في الدوري المصري. صالح سدير العراقي. حلو. محمد غدار. حلو. حسين ياسر محمدي. حلو. عماد محمود العراق. ايه عماد؟ عماد لعب في الزمالك. عماد محمود العراق. رمزي صالح. رمزي صالح فلسطيني. محمود وادي. محمود وادي. محمود وادي فلسطيني. حلوه. انت قلت لعيبه اسيويين لعبوا اهلي وزمالك. لا لعبوا في الدوري. محمد صالح بيلعب اللي كان بيلعب في المصري السنه اللي فاتت. تمام. وعيد العجان باك شمال الزمالك. جميل. ياسر حمد مصري جامد بيلعب في قطر دلوقتي. احنا قلنا ايه؟ في واحد كان سوري بيلعب في وادي دجله اسمه مهاجم الاغا. الاغا. مصطفى الاغا. مروان البوشي الترسانه. مروان البوشي. حلو قوي. لا مهند. مهند مهند البوشي. مهند البوشي. السوري عبد الفتاح الاغا. عبد الفتاح ومهند ومهند السوري اللي كان موجود في بيراميدز السنه اللي فاتت او اللي قبلها. العيوني؟ لا 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 مش العيوني. تونسي جاي من السعوديه. ثواني بس والله قلت انت لما قال عيوني نسيت. اللي كان بيلعب في الهلال. عمر خريبين. عمر خريبين. صح. عمر خريبين. عمر خريبين. انا بديكم جنسيات. دي حاجه فيها. فيها. طب ده حلو. محمود عندك سؤال؟ مصطفى نجم كمان. مصطفى نجم حلو قوي طبعا.
مين حابب يخش معانا بالاسئله؟ طيب ممكن نسال محلت. سؤال سهل كده. يلا. لعيبه لعبوا الاهلي والزمالك والاسماعيلي. احمد سمير فرج. احمد سمير فرج. اسلام الشاطر. اسلام الشاطر. ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد. هاني سعيد. هاني سعيد. عصام الحضري. وانت هو الحضري. نادر سعيد. انا قاعد انا قاعد هيك هو اللي بيسال فاهم. محمد عبد الله. محمد عبد الله. مين تاني؟ طيب اثنين مدربين ضربوا الاهلي والزمالك. سهل. كابتن محمود الجوهري. اكيد كابتن محمود الجوهري. كريم بامبو. بس اهلي وزمالك واسماعيلي مين؟ صح صح كريم. اهلي وزمالك واسماعيلي صح. احنا قلنا كابتن محمود صح. طيب تقالي مين كمان؟ انت قلت اهلي وزمالك كارتيرون. كارتيرون بمناسبه واحد ثالث بقى. واحد ثالث دي. لا انا اقول لكم حاجه بس قبل ما تخش على دي. اقل حاجه في اللعبه دي اللي انا معايا البيز. بعد اذنك بقى بيستعين مش بصديق ب 7. احنا مركزين في 10 اللي هو بيداهولي اللي هو. لا وقال لك انا هو مسك الموبايل قال لك انا ما بسرش مش محتاج يسرش اصلا. كان بابا دي بصراحه اتغشتها يعني. طيب مدرب ثالث غير كارتيرون وكابتن محمود الجوهري. ضرب اهلي وزمالك؟ بن جاده. بس بن جاده ما لحقش. لا ما فيش. تعاقد تعاقد تعاقد. احنا قلنا كارتيرون وكابتن محمود الجوهري. في حد فيه في حد تاني. طيب هو في واحد منسي يعني هو هولمان. هولمان طبعا. هولمان طبعا. هولمان ضرب اهلي وزمالك. مسك الزمالك ضرب اهلي وبعدين زمالك. لازم تطلع سؤال. مين انا؟ هسال سؤال. طيب هسال سؤال حاجه لسه حاصله دي. مدرب درب في اوكرانيا. درب في اوكرانيا. مدرب درب في اوكرانيا ودرب في ايطاليا. دي سهله. كل زربي سؤال. طيب طيب انجليز لعبوا ريال مدريد. ماكمانامان. بيكم. اون. اسمه مش كتير اعتقد. في مدافع. ممكن اخد اقول المدافع واخد جايزه. وودجيت. برافو عليك. صح. دي مصاب اصلا. هو جه قاعد فضل قاعد. قاعد مصاب. هو كان فتره صعبه قوي بالنسبه لريال مدريد. طب اقول لكم واحده سهله. قول. هولنديين لعبوا لبرشلونه. كتير بقى. فان كرويف. ماركو فيرمارس. نشوف. لا واحد واحد. لا طيب ماشي. واحد واحد. حد بيعدي عليك. ماشي قول. اخترت مين؟ كرويف. فان برونكهورست. كلايفرت. ماركو فيرمارس. رايزجر. ديونج. فرانك ديونج. فرانك ديبور. فرانك ديبور. كومان وديست. كومان وديست. لوك ديونج. لوك ديونج. لا ما خلاص بقى. خلاص ديونج بقى. ده اي ديونج. لوك ديونج. انا جاي في اي بقى. اي ديونج. خالد. راد خالد. يس راد خالد. مين؟ ده اي حد هولندي كان بيعدي كان برشلونه. أيوه. اي حد هولندي كان سالتوه سؤال سهل. زندن. منفيس ديباي. طيب واحده لذيذه بقى قبل ما نختم. قول. لعيبه مصريين. ايوه. القابهم اسم اكلات. كابتن سمير كمون. حلو. كابتن سمير كمون. كابوريا تنفع؟ تنفع. كابوريا تنفع. تنفع. عبد الرحمن جبنه. حلو. عبد الرحمن. كابتن عبد المنعم شط. كابتن شط. انا اسف. لا محمد سامنا. محمود سامنا. محمود سامنا. تمشي اكل. تمشي اكل. كابتن احمد كشري. احمد كشري. على لساني. حلو على لساني. حلو احمد كشري. مين تاني؟ بناكل ايه تاني؟ بناكل ايه تاني؟ هو مين قال سمير كمونه؟ انا. هو محمد كمونه. اتعديت منه الموضوع. ديونج وكمون. احنا لو هنسال اسئله بعد اذنكم ما يبقاش فيها اسامي مشتركه. مفيش اكله في بالي. لا مفيش اكله في بالي برضه. انا عطلت خلاص. انا بعد كابتن احمد كشري قفلت. قفل معايا. قفل معايا خلاص. كان في لعيب لقبه كفته بس مش فاكر اسمه ايه. لا ده في كابتن حمار عبد الفتاح. كابتن كفته. برافو عليك. الاهلي. ممكن خالد غندور بندق. تمشي. يعني مشينا كمون اكل. على فكره في لعيب كان بيلعب السنه اللي فاتت في مصر المقص اسمه حاجه كاجو. فكرونا يا جماعه. كيجو 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 لا كيجو لا لا كيجو ده باسكت. بس انا متاكد ان في لعيب في مصر المقص كاجو ده كانوا جايبينه من الصعيد من فرقه من بني سويف اعتقد. صح انا كده انا كده انا كده انا كده اللي كسبت. ما بناكلش فراخ. محمد حمص.
يا سلام جات من بعيد يا باشا، جات من بعيد عشان جت في البوفون بس فمسني شويه. والله الجو كان لطيف قوي بس للاسف كده للاسف. هنكمل بره بقى يعني، نقعد نكمل. جيمي شرفت النهارده حبيبي يا كريم، وبشرف معاك ونورك ربنا يخليك. محمود كنت وحشني ومبسوط ان جيت كريم، شكرا جزيلا. يعني ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. بنحاول نلعب مع حضراتكم، نخلي الموضوع مسلي اكثر. احنا دلوقتي في فتره فراغ في كره القدم يعني، مع الفيفا ديت وتوقف الدوري المصري، او يعني فتره الراحه. ان شاء الله نرجع نتكلم اكثر في الكوره، وهنفضل طول الوقت بنتسلى ونلعب مع حضراتكم. احنا بننشط دماغنا باسماء ولاعيبه وحاجات حصلت سواء اوروبيا او محليا زمان، واسماء كبيره عدت علينا. واكيد حضراتكم بتتفرجوا دماغكم بتشتغل معانا برضو، بتقعدوا تفكروا في اسماء رائعه جدا. اشوفكم يا رب على الف خير.